كل شيء بات يغلي، أسعار المواد الغذائية والخضروات في تصاعد مستمر مع اقتراب شهر رمضان، ارتفاع زاد من الخناق على الطبقات الفقيرة وأصحاب القوت اليومي، فموجة الغلاء تغلبت عليهم وجعلتهم في حيرة من أمرهم. أبسط شيء بالأسعار كلها صعدت، يعني شنو تتوقعين؟ مكناسة من ربع صعدت، الزيت صاعد، المخدر صاعد، المواد كلها صاعدة، الله يساعد العالم. ما أدري جانا رمضان، يعني الفقير شو راح يعيش، شو راح شياكل شو يشرب ما أعرف. وعلى وقع ارتفاع الأسعار، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بحملة تفتيشية عبر مديرية الجريمة المنظمة لمتابعة الأسعار في أسواق بغداد الرئيسية وجشع بعض التجار. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية مكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني وكذلك مع قسم الرقابة التجارية في وزارة التجارة، وشرعت بحملة واسعة في بغداد والمحافظات كافة لمراقبة غلاء الأسعار ومحاسبة المخالفين والمحتكرين للمواد الغذائية. استمرار هذه الحملات أثمر بإلقاء القبض على أكثر من 100 مخالف ومتلاعب بالأسعار خلال الشهر الجاري، جهود رقابية لا قمعية لمواجهة صناعة الأزمات في السوق ورفع الأسعار. هي حملات تتابعية مع اقتراب شهر رمضان لمتابعة أسواق بغداد الرئيسية من أجل ضبط سياق السوق مع استمرار موجة غلاء الأسعار. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.